شايفين الشيخ الشعراوي؟ هذا مذهب أشعري مثل صلاح الدين الأيوبي ومثل مذهب الأسرة الحاكمة في الأردن. طيب تعرفون عمر المختار؟ أكيد تعرفونه. هذا مذهب مالكي أشعري مثل مذهب من؟ مثل مذهب الملك محمد السادس في المغرب. علي عزة بيغوفيتش اللي تكلمنا عنه العام، هذا مذهبه حنفي ماتوريدي. وأكيد تعرفون الفنان عبد الحسين عبد الرضا أبو عدنان، هذا مذهب شيعي مثل مذهب الشاعر الكبير محمد الجواهري. علي عبد الله صالح الرئيس اليمني، هذا مذهبه زيدي مثل كثير من أعلام اليمن. السلطان قابوس رحمه الله مذهبه إباضي مثل غالبية أهل عمان. السؤال المهم، المسلمين شلون صاروا مذاهب؟ في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان تعليم الإسلام وأحكامه يقرره النبي مباشرة، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان الخليفة يجمع علماء الصحابة عشان يفتون في المسائل المستجدة وهو يأخذ الأقرب منها. وبعدها ومع توسع المسلمين وتوسع حكمهم توزعوا الصحابة في هالدول الكبيرة، فكان عمر بن الخطاب في المدينة، وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب في العراق، وعبد الله بن عباس في مكة، وعبد الله بن عمرو بن العاص في مصر. يروح الناس لهالصحابة ويسألونهم عن الفتاوي وش كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن خلالهم يعرفون دينهم. بعد هالسنوات مات هالصحابة، من اللي جاء مكانهم؟ اللي جاء مكانهم تلاميذهم اللي هم التابعين وتابعي التابعين، اللي كان من أبرزهم الإمام أبو حنيفة سنة 80 هجرية، والإمام مالك سنة 93 هجرية، والأوزاعي وجعفر الصادق ومحمد الباقر والليث ابن سعد. ومن هالأئمة بعد طلع تلاميذ صاروا علماء مثل الإمام الشافعي سنة 150 هجرية، والإمام أحمد بن حنبل سنة 164 هجرية، وداود الظاهري وسفيان ابن عيينة. مالك بطويلة، كان كل إمام من هذول الأئمة الكثار الناس تأخذ منهم فتاويهم، وصاروا يقولون حنا على مذهب فلان وفتاوي فلان وطريقة اجتهاد فلان في استخراج الفتاوي. وأكيد من ضمن كل الأسماء اللي راحت رسخ في بالك أسماء أربعة أشخاص بنفس عدد المذاهب الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. هذه تسمى مذاهب أهل السنة الفقهية. يبقى السؤال أنه ليش مذاهبهم هي اللي بقت وصار عندنا أربعة مذاهب بس والبقية راحت؟ الجواب أن في عدة أسباب، منها أن هالأئمة الأربعة كان جمعهم وشرحهم للعلم يغني الناس عن غيرهم، فصار طلاب العلم يقصدونهم ويروحون لهم بكثرة، ولكثرة طلابهم صار كل مذهب مخدوم بالشرح والتأليف والجمع والضبط، فأدى هالشيء لانتشار المذهب.